مستمرين معكم مشاهدينا بحلقتنا لليوم من برنامج كل يوم بيومه هالحلقة يلي خصصناها للحديث حول اللقاء الحواري اللي أقيم بمحافظة حلب سوريا والتعافي المبكر بيسعدنا ينضم لنا على الهواء مباشرة المدير التنفيذي لهيئة مع أفرام السرياني الوطيركي للتنمية الأستاذ هشام سعد أهلا وسهلا فيك أستاذ نورت حلب نورت الاستديو شكرا كثير لكم شكرا للدعوه ونحن بنعتبر حالنا اولاد سوبورو تي في داعمين اساسيين ونتمنى دائما نكون معكم والى مزيد من النجاح ان شاء الله ونحن اكيد دائما استاذ سعيدين لوجودك معنا واكيد نتمنى دائما ان يكون حواراتنا بناءه ومثمره لكل المشاهدين لا الله يرضى اكيد نحن استاذ هشام عم نحكي عن سوريا والتعافي المبكر من خلال خبرتك بالعمل الانساني شو هو تعريفك لمفهوم التعافي المبكر شكرا للسؤال للحقيقه خليني بس هيك ابدا خلينا نسميها مقدمه كثير صغيره لها علاقه بالتعافي المبكر عاده الدول اللي ما عندها مشاكل ما بصير فيها ازمات حرب كرايسيس هي ما بحاجه شيء اسمه تعافي مبكر فمعناها التعافي المبكر هو حاجه بعد ازمه بعد كوارث ان كانت طبيعيه او حروب او اي شيء بيشبه هذا الشيء مثل الفتره اللي مرقت على بلدنا. الفتره الاولى كانت المنظمات والجمعيات عم تحاول تعمل شيء نحن بنسميه الاستجابه الطارئه. بنقدم فيه اكثر من شيء شيء له علاقه لحصص صحيه او غذائيه او تيفر حسب حاجات المجتمع بهذيك الفترة لكن الظروف تطلب أنه ننتقل للتعافي المبكر يلي هو الانتقال من الامرجنسي أو الاستجابة الطارئة للانتقال له علاقة ببناء البلد بناء المجتمع بناء المؤسسات فدائما ننتقل للمرحلة الثانية واللي هي ضرورة ونشكر الله نحن ان انتقلنا من مرحله العمليات الحربيه والعسكريه وهذا كلياته باغلب مناطق القطر لمرحله اللي هي رجعنا فيها لسلام وراحه اذا بدنا نسميها، فانتقلنا للتعافي المبكر، التعافي المبكر هي اعاده بناء المؤسسات البنيه التحتيه بكل اشكالها والوانها. طبعا بعد الفترة الطويلة من الحرب ما في حدا بيقدر يبني لحاله فاليوم الحوار اللي كان هو دعوة لنتشارك كلياتنا كيف بدنا نرجع نبني نبني بلدنا الهيئة فاعل بوجود المطرانية والبطرياركية لكن من الضروري جدا تواجد كل المنظمات والجمعيات وحتى الحكومه معنا بهذا البناء لنساعد كلياتنا. استاذ هشام كيف عم بتساهم الهيئه بشكل عام على امتداد القطر السوري بمد يد المساعده للانسان السوري؟ شو هي المساهمه الحقيقيه اللي عم تقدموها؟ الحقيقه الـ 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 الهيئه مع التجربه الكبيره اليوم اللي صارت نحن عم نحكي مؤسساتيا عم نحكي ل 12 ل 14 سنه بالاضافه لعمل كنسي سابق فاليوم الهيئه صار عندها الخبره و... 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 والطاقم يعني نحن بنحكي عن فريق خبير بالاضافه لخبره تراكميه مع شركائنا اللي موجودين على الارض. اليوم الهيئه عم تساعد بكثير مجالات، نحن نعمل على اغلب الجغرافيا السوريه باغلب المناطق يلي فيها حاجه عم نحاول نكون اذا ما الاول من اول المتواجدين على الارض، عم نحاول نساعد بكل القطاعات. عم نشتغل تعليم، عم نشتغل حمايه، عم نشتغل ترميم، عم نشتغل دعم مشاريع صغيره وهذا جزء من التعافي المبكر. عم نشتغل تقريبا بكل القطاعات، عم نشتغل بترميم مدارس، عم نشتغل حتى عندنا مشاريع إلى علاقة بترميم الإرث الحضاري الإنساني مثل مشروع آلات الحصن فنحن عم نساعد بكل المجالات بكل القطاعات خلينا نسميه وين في حاجه الهيئه متواجده وان شاء الله ربي يقدرنا انه نكون موجودين باي مكان في حاجة. نعم استاذ ذكرت لنا بعض المشاريع والبرامج ولكن برايك شو اهم البرامج اللي اليوم عم تنفذها الهيئه واللي بتحسها هي فعلا تعافي مبكر وتقديم يد المساعده والدعم للبلد؟ هو سؤال صعب شوي لانه الحقيقه اللي كان متوقع من عنا كهيئه حتى باستراتيجيتنا او اي منظمات او حتى الانترناشنال كان الفكر انه بعد انتهاء او انتهاء اغلب العمليات العسكريه نحن رح ننتقل للامرجنسي ريسبونس او الايرلي ريكفري ننتقل من الامرجنسي ريسبونس للايرلي ريكفري واللايفليهود اللي هن تعافي مبكر ومشاريع سبل العيش لكن الحقيقه ولو هيك اشرت له بطريقه سريعه الحصار القاسي اللي موجود على البلد فرض انه نحن نشتغل بالتوازي على على شغلتين سوا بسبب الحاجه الاقتصاديه الكبيره، فاليوم نحن عم نشتغل على القطاعات اللي كنت عم نوه لك عليها بالاضافه للقطاعات اللي هي لها علاقه بالتعافي المبكر وسبل العيش. عندنا دعم مشاريع صغيره على امتداد سوريا، عندنا مشاريع لها علاقه بترميم المدارس بتقديم الطاقه الشمسيه لابار مياه الفترة القريبة الماضية كان عنا مشاريع بحلب باللادقية بالمناطق اللي كانت متضررة بالزلزال بمناطق دمشق وريف دمشق لمشاريع صغيرة هي استراتيجية من استراتيجيات الهيئة انه نحن نبدأ ندعم هدول الاشخاص يلي عندهم المهن البسيطة عندهم الخبرة عندهم المعرفة لكن خلال فترات الحرب او فتره زلزال فقدوا جزء كبير من من امكانياتهم ان كانت محل أو ان كانت تجهيزات او اي شيء هو محتاجه او حتى ناس حابه تدخل بهذا المجال مجال العمل فعملنا خليني اعطيك رقم يعني بلس ماينس اذا سمينا بين حلب هي كان عندنا اكثر من 500 مشروع صغير بريف دمشق هلا هي السنه كان عنا تقريبا بحدود ال مشروع فهي المشاريع عم تساعد العائلات انه هي تنطلق او اصحاب المهن والخبرات يطلعوا ينطلقوا يبدوا مشاريعهم ويبدا يكون هو منتج وليس متلقي للمساعده. نعم استاذ هشام اكيد أنشطة والنشاطات والمشاريع كثيرة ولكن أيضا الحاجات كثيرة فاليوم كيف إدارة الهيئة بتحدد أولويات المشاريع؟ شكرا للسؤال وهو الحقيقة الحاجات كان متوقع أنه تكون هي بتناقص لكن للأسف برجع بقول بسبب العقوبات القاسية على البلد والوضع الاقتصادي الصعب صار في احتياجات كثير كبيرة فاليوم الهيئه حتى كدوره مشروع نحن ما بنقول بدنا نعمل مشروع توزيع مشاريع صغيره نحن بنعمل دراسه احتياجات نشتغل عمل مؤسساتي بنعمل دراسه احتياجات بالمناطق اللي موجوده على تصنيف السيكتورز انه قديش الهشاشه وقديش الضعف الموجود فيها حسب استراتيجيه الهيئه الموضوعه سنه على سنه نتجه لهي المنطقة بنعمل دراسة احتياجات بعد ما نصمم مشروع يتناسب من دراسة الاحتياجات طبعا دراسة الاحتياجات نحن بنعملها مع المجتمع المحلي مع الناس مع الأهل اللي هن شركاء لنا بنجاح هذا المشروع بنرتب المشروع تبعنا ونبدأ نبعث لشركائنا لنأمن الدعم وبنبدأ بالمشروع استاذ قدام هالمشاريع الكتيرة كيف بتقيم الهيئة أثر المشاريع على الناس المستفيدين المستد... هل في آلية معينة للتقييم ولا سيما اليوم كتير حلو واحد يشوف أثر الخدمة يلعب قدمه حقيقة شكرا لك لهذا السؤال لأنه في قسم من أقسام الهيئة هو المتابعة والتقييم ولما كنت عم بحكي لك عن, عن تصميم المشروع فنحن بتصميم المشروع بنحط ادوات او انديكيتر لنعرف لوين بدنا نوصل ونشوف كيف حققناها ففريق المتابعه والتقييم هو عم يوجد مع المشروع من اللحظه الاولى لتصميمه لحد ما انتهينا من المشروع بالاضافه انه عم يكون في عنا جزء يلي هو متابعه ما بعد نهايه المشروع يعني اذا اعطيتك هيك مثال كثير بسيط لما بنعمل تغذيه لاحد ابار المياه بالطاقه الشمسيه بيكون عندنا دراسة قديش في مستفيدين لوين ايه بدها توصل المي قديش بدنا نغير ساعات التقنين المائية قديش بدنا نزيدها آه للتغذية فكل هذا تعتبر انديكيتر لنا طبعا في شيء تكنيكال كتير آه بهي التفاصيل ويعني بتقدر تقيسها على كل المشاريع مثلا عم نعمل مشروع تعليمي له علاقة بدعم بي آه الأطفال بدروس معينة فأنت بتشوف تقييمه قبل هذا العمل وبتشوف بعدين فهذا الأثر في مشاريع أثره بيكون خلينا نسميه أو نتائج كتير قريبة وفي شيء بيستمر معنا لسنوات ومنحاول حتى لما بيكون في حاجة يكون عندنا مشروع ونرجع ندعمه بمشروع تاني يكمل لنوصل لهذا الهدف فنحن متابعة دائمة من بداية المشروع لنهايته متابعة مع المستفيدين مع المجتمع المحلي بطريقة خلينا نسميها مدروسة ومصنفة بطريقة عالمية أستاذ هشام الهيئة كيف بتساهم بتعزيز التعاون مع الأطراف المعنية من أجل ضمان نجاح المشروع إن كان مع الحكومة إن كان مع الجهات غير الحكومية مع المنظمات المختلفة مع الدونيشن فتخبرنا كيف عم بتساهم الهيئة بتعزيز التعاون مع كل الأطراف شكرا نحن جزء من هذا المجتمع نحن جزء من هذا التركيب اللي عم يساعد فاليوم المجتمع المحلي هو مستفيد لكن هو شريك الشركاء الممولين هن شركاء لنا الحكومه باعمالنا يلي هي موجوده بموافقاتنا وتراخيصنا كمان هي شريك فاليوم نحن حتى الجمعيات الثانيه اللي عم تقدم خدمات بنفس المنطقه اللي نحن عم نشتغل فيها هن شركاء فاليوم في تعاون في تنسيق دائم حتى في شيء بنسميه بالشغل تبعنا اللي هي سيرفيس ماب يعني في جمعيه اكس بتقدم خدمه وانا بنفس المنطقه انا عم اقدم غير خدمه فبصير تعاون بيناتنا انا ببعث له مستفيدين هو ببعث لي مستفيدين من نهايه لنوصل لـ لـ لنقدم الخدمه على اكمل وجه بالاضافه لهذا الشيء الهيئه متواجده بالاجتماعات السيكتور نحن بنسميها اللي هي الاجتماعات على المنسقه من اليو ان في اجتماعات اسبوعيه شهريه بكل القطاعات يعني في عنا ممثل لقطاع الصحه هو موجود بالاجتماعات عنا ممثل لقطاع التعليم هو موجود طبعا يتداول فيها كل مشاكلنا كل دروسنا المستفادة كل خبراتنا بالإضافة لأي مشاريع جديدة عم تنطرح فهي الاجتماعات نحن كتير موجودين فيها والحقيقة هي فايدة إلنا وللفرقة الثانية اللي عم تواجد ففي تنسيق دائم مباشر ومستمر أكيد ما في أحلى من التنسيق والتعاون دايما خاصة وقت يكون هدف سامي هو خدمة الوطن والإنسان والمواطن بمحور آخر مثل ما ذكرت أكيد في دروس مستفادة يعني الهيئة سنوات طويلة من الخدمة على الأرض السورية أكيد عندكم دروس مستفادة تجارب أديها الدروس بتساعد بوضع رؤية واستراتيجية واضحة ومستقبلية للهيئة الحقيقة هي الخبرة خبرة تراكمية تنتقل من فريق لفريق بالإضافة للفريق المتدرب الخبير الموجود عنا. بالإضافة لطريقتنا نحن بحفظ هي الدروس المستفادة إن كان عن طريق برامجنا أو الأنظمة اللي شغالين عليها فنحن دائما لما نبدأ بمشروع إذا كنا عاملين أي مشروع سابق قبله بنستفاد أو منراجع شو الإيجابيات والسلبيات حتى نكون كتير صادقين مع حالنا طريقة التنفيذ منحط نحن أه بنعمل شيء بنسميه جدول الخطوره اللي هو ريسك اسسمنت دراسه الخطوره ان كان أه بكل تفاصيله مكان تنفيذ كيف بدنا ننفذ أه المشتريات اللوجستي كل هاي التفاصيل فهي هي خبرات متراكميه ودروس مستفاده هي بتنتقل من مشروع لمشروع لما بيصير تصميم مشروع او تنفيذ مشروع بيكون فريقنا كلياتهم مجتمع مع بعضه بنحط النقط الاساسيه كيف بده يتنفذ كل مدير قسم او كل مدير منطقه بيحكي عن الخبره بنعمل اكثر من جلسه لنعطي الفاين تيونينج يعني هيك اللمسات الاخيره اذا بدنا نسميها لهذا المشروع والحقيقه من من ردود الردود اللي عم تجينا والفيدباك كلها اللي عم تجي نشكر ربنا عم ننتقل من مرحله خلينا نقول استجابه بسيطه لاستجابه لا متطوره لاستجابه لا ذات خبره يعني عم نقدر نوصل لمرحله كثير نكون المشروع سهل التنفيذ اذا سميناه عم يوصل يوصل الحاجه مثل ما هي ويحقق رغبات المستفيدين. ولكن اكيد كمان استاذ هشام في صعوبات اليوم في تحديات عم بتواجه عمل الهيئه كمدير تنفيذي اذا فيك تخبرنا شوي عن هالتحديات التحديات الحقيقه كتيرة اليوم اذا اتجهنا عن الوضع العام للبلد اليوم مو بس عم بحكي اذا سمحت لي عن الهيئه عم بحكي على عليها هيئه كنسيه موجوده على الارض السوريه عم تنفذ مشاريعها اليوم الهيئات كلها عم عم تعاني بالوقت الحالي من ضعف التمويل اليوم في اتجاهات لا لا في اكثر من من منطقه خارج سوريا فيها في احداث فيها مشاكل فالتمويل يتوزع لكن الحقيقه هذا جزء فنحن دائما عم نحاول تكون مشاريعنا نوعيه لنقدر نجذب هذا التمويل اكثر الشيء الثاني لساتنا عم نحكي على موضوع العقوبات العقوبات اللي كثير قاسيه علينا دائما بنحكى انه العمل الانساني غير مشمول بالعقوبات لكن بالحقيقه دائما العقوبات بتاثر من توفر المواد اللي انت ممكن تقدمها للمستفيدين الجوده تبع هاي المواد التحويل المالي اللي هو لازم يوصلنا يوصلنا بوقته وبيتأخر والوضع اللوجستي والعام بالبلد يعني بلد 14 سنة طالع من حرب الحاجة كتير كبيرة فيها فنحن دائما بنحس وحده من الصعوبات انه نحن ما عم نقدر نلبي كل الحاجات لكن نحن عم نحاول في كتير صعوبات نحن حتى ك باجتماعاتنا مع مع شركاء دائما بنشارك وجعنا اذا بدنا نسمي صعوباتنا اليوم في في صعوبه إلى علاقه ب لسه في عنا سفر للخبرات للناس اللي عم تشتغل معك بتلاقي كل فتره وفتره انت عم تفقد ناس خبيره عندها محبه للعمل لكن لظروف معينه عم عم يطلعوا فدائما بتحاول تدرب فريق جديد تقوي الفريق تعمل دورات يعني كل كل وحده من هدول الصعوبات عم نحاول نواجهها هيك بطريقه ذكيه خبيره ونشكر ربنا اكيد استاذ امام كل هالصعوبات والتحديات ويمكن الظروف الصعبه ولكن اكيد كمان في امل للهيئه وفي تطلع لقدام شو هي خطتكم المستقبليه للايام الجاي كهيئه وكاداره هيئه اليوم كيف بنوعد الشعب السوري بمشاريع تعافي مبكر تكون اكثر سلام واكثر تعافي واكثر استقرار؟ يعني ضمن هاي الصعوبات دائما انا عم بحكي كهشام كمدير تنفيذي للهيئه اليوم لما بنجتمع مع أداسة سيدنا البطرك بتلاقي هذا الدعم هذا التشجيع أعطوا بمحبة أعطوا بكرامة أه لما نكون كمان مع سيدنا بطرس المدير العام للهيئة أه ما كتير يعني لازم نحن عم عم نخدم لازم نخدم بمحبة مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ كل هذا البيئة اللي نحن طالعين منها أه دائما بتلاقي إنه أنت لازم تشتغل العمل تبعنا أه يمكن في ناس تنظر له انه هو عمل شغل لكن اذا ما كان فيه جزء تبع الخدمة ما بتقدر تكفي يعني ما بتقدر تتجه للمكان اللي لازم توصل له فاليوم لما بتسألني انت الامل دايما احنا عنا امل دايما عنا رجاء دايما عنا رغبة انه نحن نشتغل مشان هيك الهيئة مثلا عم تتجه لاماكن ما تواجدت فيها سابقا اليوم وين بيكون في حاجة عم نحاول نتواجد عم نغير بطبيعه المشاريع على حسب الحاجه اليوم لما دخلنا بمناطق اللي تضررت بالزلزال اتجهنا او دخلنا فيهم بحصص غذائيه وحصص صحيه وملابس و لكن سريعا جدا انتقلنا للمبدا اللي هو بدنا نروح على تعافي مبكر بدنا نروح على سبل العيش فاليوم الهيئه قدرت بخبراتها بدعم بالدعم الشركاء الموجود انه ننتقل لهذا المكان اللي هو مشاريع صغيره ومساعدات بالترميم وكل هي المشاريع بالاضافه مثلا مثل المثال تبع مركز غسيل الكليه اللي حديثا فتحناه بدشناه بحلب فاليوم هذا التعافي المبكر اليوم بوعد انا بوعد الناس كلياتها من مكان تواجده انه الهيئه بمتطوعيها بموظفيها بادارتها بدعم الكبير من البطركي اللي دائما نحن بناخذه رح تكون متواجده باي مكان في حاجه ضمن قدراتها ما رح حدا يتوانى انه يقدم هاي الخدمه بكل محبه وبكل كرامه للمستفيدين. اكيد مشكوره جهودكم دايما برسالتك وكلمتك الاخيره بختام هالحوار شو بتحب تقول لكل المشاهدين؟ أه هلا انا بدي بدي اتشكر بال بالاساس أه نيافه الحفر الجليل سيدنا مار بطرس القسيس على الدعوه الكريمه أه مع القسيس رياض جرجوره لهذا اللقاء اللي انا بالنسبه إلي كان كثير مثمر كان كثير مفيد بمعرفة أشخاص جدد بأخذ فيدباك إذا سميناه هيك منهم كيف بدنا نتجه لوين بدنا نتجه كيف بده يكون هذا التعافي المبكر يلي لازم نفكر فيه أكثر نتجه فيه أكثر شكرا للدعوة الكريمة كان لي شرف أنه أنا أكون موجود بهذا اللقاء رح نحاول مثل ما حكينا نشتغل ونتعاون ويكون في تنسيق أكبر مع كل الموجودين على الارض جهات حكوميه منظمات مجتمع اهلي مجتمع محلي شكرا استاذ الشام على وجودك معنا على كلماتك الحلوين على دعمك الدائم يعطيكم الف عافيه شكرا جورج كل التوفيق لكم شكرا لسبورو تي في اللي بنفتخر فيكم وبنشوف حالنا فيكم ومن تقدم الى تقدم المزيد ان شاء الله يا رب كل الشكر